مين افضل جيل تفتكره للنادي الاهلي، تحس ان جيل سنة كذا دوت ببطولاته هو ده افضل جيل؟ طبعا في كل وقت النادي الاهلي ليه طبعا اكيد، ولكن دايما في اجيال بتعلم. جيل طبعا ابو تريكا، انا لا لا مثلا انا شفتهم ابو تريكا واحمد فتحي وائل جمعه، والجيل الكبير جدا اللي مع النادي الاهلي خد بطولات كبيره جدا ولعب في كاس العالم للانديه، ومع المستوى الهائل ده للنادي الاهلي كان ليه مستوى هائل لمنتخب مصر، وقدرنا من خلاله بلعبه النادي الاهلي ولعبه نادي الزمالك ولعبه نادي الاسماعيلي ولعبه مصر كلها نقدر ناخد 3 بطولات قاريه مع كابتن حسن شحاته. الجيل ده لا ينسى، الجيل ده من افضل الفترات اللي جت فيه لعيبه لمنتخب مصر وخدنا فيها بطولات، وكان على مستوى الانديه ومستوى القاري كان كبير جدا. لا ينسى طبعا ابو تريكا، لا ينسى احمد فتحي في الجيل ده. الجيل 2006 و2008 و2010.